السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدين الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد موضوع جديد مع فيصل المدن في قناة فيصل برشلونة. الخوت والخواتات، اليوم نتطرق لجوج مواضيع أساسية. الموضوع الأول ألا وهو الخبر القنبلة، ألا وهو تسريبات للدكتور الشهير ماكلور، معروف على الساحة الدولية وله جائزة نوبل، حيث قال يمكن إيقاف كوكو 19 بدون مهرزات هذا الخبر الاول. الخبر الثاني كنشوفوا على ان بعض الدول الاوروبيه تطلب من الاتحاد الاوروبي طبيعة الحال التعايش مع كوكو 19 كانه مرض الانفلونزا، بدون قناع بدون مهرزات بطبيعة الحال. هذو هما الاخبار اللي نتقاسمها مع الاخوان، حقيقه هو اخبار مفرحه، لان كنشوفوا على ان خبراء علماء عندهم جوائز نوبل بطبيعة الحال يدخلون على الخط. ولكن نسينا واحد حاجة جد مهمة، ألا وهي البارتاج لي لايك بطبيعة الحال على أوسع نطاق، والمشاركة في القناة. اللي بغا يشارك في القناة مرحبا به، واللي ما بغاش يشارك في القناة مرحبا به بطبيعة الحال. وندخل معكم في سوق الموضوع وخير الكلام ما قل لا ودل. الخوت والخواتات، مؤخرا كما قلنا لكم خروج العديد من العلماء والخبراء والعديد من الأطباء على ساحة الأرض من أجل كشف المسؤول. كنشوف على ان الدكتور ماكلور بطبيعه الحال معروف على الساحه الدوليه، حيث قال يمكن لكم توقفوا كوكو 19 ولكن بدون تلقيح شامل، لما تعطوا المهرزات يعني شامله صافي بركه. كنشوف على ان التدخل ديالو، حيث قال يمكن ايقاف بطبيعه الحال كوكو 19 بدون تلقيح شامل، وفقا لما قاله طبيب القلم وعالم الاوئه يعني ماكلور الشهير خلال مسيرة هزيمة تفويضات التطعيم بطبيعة الحال في واشنطن. وفقا يعني لماكلور فإن العلاج المبكر والمناعة الطبيعية، ومع ذلك تجاهلت يعني تجاهلت العديد من الشركات والعديد من الخبراء اللي هما خرجوا وعطوا التطعيمات بسرعة بطبيعة الحال. حيث قال الدكتور ماكلور كانت الحكومة بلا شك بالتأكد فيما يتعلق بالعلاج المبكر. كنشوفوا هنا آخر مقاله، هنا المقال طويل وغادي نخليك المقال ديالو في أول تعليق. كل ما لدينا الآن هو التحيز، وأعتقد أن بيانات الاستشفاء غير صالحة. لا تزال الوكالة الأمريكية تدعي أن المهرزات تحمي من دخول المستشفى. مازال كأن الامريكان تيقولك على ان المهرزات تحمي من دخول المستشفى، بحال ديالنا كتحمي من الممات والاستشفاء، يعني ما يمكنلكش تدخل المستشفى بطبيعة الحال. اسمع معايا مزيان، هذا دكتور وطبيب لديه خبرة طويلة، عنده جائزة نوبل. اسمع معايا مزيان، بينما لا نرى أي دليل على ذلك في المملكة المتحدة وألمانيا وجنوب إفريقيا وبقية العالم. ويمكنني أن أخبرك أن الولايات المتحدة لا تختلف عن بقية هذه البلدان. هناك شيء غير صحيح، ويمكنني أن أخبرك أن هناك خطأ ما في الإدعاء غير صحيح والغير صحيح بأن المهرزات تقلل من دخول المستشفى. لا أعتقد أنه يمكن تحمله. يعني هو قال لكم اسيدي هاد الخزعبلات على ان المهرزات كتحميك من دخول، تتحميك على انك ما تدخلش المستشفى وما تطيحش بطبيعه الحال. وانتم شفتوا مؤخرا على ان كاع الناس اللي خدات الاولى والثانيه والثالثه وفي الصهيون خداو الرابعه، كاع المستشفيات عامره بالناس بطبيعه الحال اللي هي مدقدقة مهرسه واخده المبيد بطبيعه الحال، هما اللي تشوفهم فيهم طيح قسم النايض. كنشوف كذلك على ان التدخل ديالو، نزيد معكم واحد الفكره اخرى عندي هنا، الله يجزيكم بخير اسمحوا لي عفاكم. حيث قال كذلك، قال ماكلور لم يكن لدى مراكز السيطره على الامراض والوقايه منها واداره الغذاء والدواء والمعاهد الوطنيه للصحه رسائل فعاله حول العلاج المبكر بما في ذلك الاجسام المضاده وحده النسيله المصرح باستخدامها في حاله الطوارئ والتي تعتبر آمنة، وحتى في الأدوية الجديدة من والتي غابت أساسا من ملاحية وسائل الإعلام ديال الصرف الصحي. كنشوفوا على الرغم من أنها وزعت مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية،
وتدويع الأقراص. وقال ماكلوغ إن الأطباء المؤهلين تأهيلا عاليا أجروا البحث وأظهروا أن العلاج المبكر يمكن أن ينهي هذا الوباء عن طريق الحد من شدة المرض وشدته وتقليل فرصة دخول المستشفى والوفاة لدى الكبار السن الأكثر عرضة للخطر. هذا يعني في الأساس أن المهرازات المستخدمة على نطاق واسع ليست ضرورية. وفي الواقع لقد رأينا الكثير من إصابات المهرازات وفشل المهراز الآن. وقال لا توجد تغطية، يعني إنه مع متغير أوميكرون فعال لهذه المهرازات ضد الشكل الأحداث للفيروس، مضيفا إن 22 دراسة أظهرت أن المهرازات نفدت فعاليتها بعد 6 أشهر. أعطى ماكلوغ مثلا على كيفية قيام وكالات الصحة الفيدرالية بإلغاء عقار كذا وكذا، العقار الجديد الحبيبة الزرقاء يعني الزرقاء ولا الفينيدية الحائز على جائزة نوبل، وهو دواء معتمد من إدارة الغداء والدواء الأمريكية، والتي تزعم العديد من الدراسات والأطباء أنه فعال في علاج مرضى كوكو 19. تقول إدارة الدواء والغداء الأمريكية إن الدواء قد تمت الموافقة عليه لعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية لكوكو 19، ولا توجد حاليا بيانات تظهر فعاليته ضد كوكو 19. هنا كنشوف بعض التناقض. بعد ما خرج ماكلوغ بطبيعة الحال وفرش النخبة المنظومة، هنا خصنا نفيقو ونعيقو ونقولو واش حنا غادي نفهمو حسن من هادو. دخل اخويا لجوجل مع راسك وكتب عليه اسم ديالو ماكلوغ بطبيعة الحال، اسم ديالو الرابط الخبر خليك وشوف وتمعن اش يقولوا العلماء. دابا انا نتيق واش نخلي هذا ومشي نتيق خوز عبالات واستسمح ما كنلومو حتى واحد. انتم باش شعل عينكم راه قالوها ديك ما كتحميكش، ولكن كتحميك من الممات ودخول المستشفى. شنو مؤخرا كاع الناس اللي واخده كلها دخلوا هذا المستشفى طبيعي الحال. هذا الخبر خلينا دابا خليكم الرابط وشوفوا بتمعن. الخبر الثاني ما غاديش يكون طويل طبيعي الحال، وخليكم الرابط ديالو كذلك، على ان جميع دول اوروبا تطلب من الاتحاد الاوروبي بالتعايش مع المرض، من اولها الا وهي اسبانيا وبريطانيا، هما اللي طلبوا من الاتحاد الاوروبي على انهم يمكن لهم طبيعي الحال. حنا عارفين بريطانيا ليس يعني داخل الاتحاد الاوروبي، وكنشوفوا على انهم طلبوا بالتعايش مع مرض ديال كوكو 19 كمرض الانفلونزا بدون قناع بدون مهرازات بدون قيود بدون جوازات بدون حتى شي حاجه. دابا كنشوفوا وغنشوفوا ردة الفعل ديال الاتحاد الاوروبي في هذا القرار الحاسم اللي هو التعايش بدون مهرازات وبدون قناع. ولينا كنشوفوا كذلك هناك رفع القيود في العديد من دول العالم. هنا بطبيعة الحال كتقول ويلي شي مزير وشي طلق اللعب، علاش التناقض؟ شكون يدير هادشي كامل وفين باغي نوصلوا بينا؟ علاش زعما؟ ولكن هناك تباعد في عدد الارقام ديال الناس اللي خداو المهرازة بطبيعة الحال. كنشوف على ان اسبانيا راه فايتة 90%، هنيئا لها شغل هذاك. انجلترا طبيعة الحال، بريطانيا خرجات رجعت الحياة الطبيعية. تنشوفوا الدنمارك كذلك، كنشوف بعض الدول لازالوا يقيدون قيود من اجل اخذ المهرازات. ولكن نتمنى هذا الخبر يكون صحيح، ونتمنى على ان الاتحاد الاوروبي فيه تفصيل شامل على انه يعتبر هذا المرض كمرض عادي ديال البلد. اذا تمكنت الدول الاوروبيه من تخفيف القيود في الاسابيع المقبله، فستظل تجارب العام الماضي بمثابة قصة تحذيرية. أزالت الدنمارك جميع القيود في الخريف الماضي، بينما أسقطت هولندا جميع متطلبات الإخفاء ديال كوكو 19 بطبيعة الحال. والخبر اللي نخليكم فيه تفصيل ديال جميع الدول والدول اللي كتطلب الاتحاد الأوروبي بالتعايش مع المرض. هذا هو آخر ما كاين الخوت والخواتات، شكرا جزيلا للمتابعة، والله يدير شي تاويل ديال الخير بما أننا كنشوفوا هادشي غادي وكيتحيد. انا بعدا استبشر خيرا طبيعة الحال، ولكن العلم بيد الله. خوتي الخواتات، ما عليكم الا بارطاجو ليك راه سنيطاك، ذلك فضلا وليس امرا. نتمنى لانني وصلت لكم المعلومه في
الطريقه ديالي البسيطه والمبسطه. شكرا جزيلا للمتابعه، احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا.